أنا أمين عام مؤتمر الطيور المهاجرة ورئيس اللجنة العلمية. المؤتمر ده بينعقد سنوياً، هو مؤتمر دولي، المرة دي هو السنة الرابعة للمؤتمر. إحنا الهدف منه إن إحنا بندعو العلماء المصريين الناجحين في الخارج في كافة الدول إن هم ييجوا مصر بدل ما كنا بنجيب دكاترة أجانب. فإحنا بالطريقة دي أولاً بندعم تواجدهم في مصر ونستفيد منهم علميا، ويبقى في اواصر تبادل المعلومات العلميه والتحديث احسن ما احدث شيء في البحث العلمي. في حاجه تانية بنستفيد منها ان هم بنمد منهم اواصر بينهم وبين شباب الاطباء، ان هم بياخدوهم عندهم في المراكز بتاعتهم بيتدربوا يكتسبوا خبره يرجعوا يفيدوا مستشفياتهم ويرجعوا يعلموا زملائهم الازهر. وده بعد كده بتاخد جروب تاني برضو بيسافر. فالطريقة دي احنا بنعمل يعني زي هاي جريد، او احنا نقول ابجريد للخدمة الطبية عندنا ولدكاترة الشباب. بنعرفهم ازاي الاحتكاك العلمي في الخارج بدون تكلفة من الدولة. كمان احنا بالتعاون ده الدكاترة دول مش بتنقطع علاقتنا بيهم طول السنة وتفضل بس منتظرة وجودهم في المؤتمر، لا احنا على اتصال بيهم على مدار السنة، بيجوا فعاليات يحضروها هنا في مصر وبيشوفوا برضو بعض الحالات النادرة مجانا وبيتبادلوا الخبرات العلمية مع الأساتذة ومع برضو الأطباء الشبان. وبالتالي احنا كده عايزين نحافظ على الرابطة بين الأطباء المهاجرين من الخارج. احنا عايزينهم يستمروا ناجحين في مواقعهم، ولكن مع الاحتفاظ برابطتهم مع زملائهم في الداخل. الجديد في علاج الاورام وخصوصا العلاج المناعي، العلاج المناعي فيه قفزات كبيره قوي كل شويه، وبقى بيستخدم في اورام كتيره وساعات مع الكيميائي وساعات لوحده. فاتعرض هنا احدث ما تم، كان في جلسه خاصه للعلاج المناعي وكان موجه ان حرصنا ان يكون نسبه كبيره من الحضور من شباب الاطباء عشان يعرفوا ايه العلاجات الجديده، ايه مضاعفاته، ايه احسن اهتمام استخدام ليه، ويبقوا برضو مطلعين على احدث ما في العلم. دواء في اورام معينه ممكن يستخدمهم. الاول بداوا بالعلاج المناعي لوحده في اول الابحاث، بعد كده لقوا انه لما يضيفوا ليه علاج موجه تبقى نتائج في حالات معينه افضل، لما يضيفوا ليه علاج كيميائي في حالات معينه افضل بكتير وحسنت النتائج. كل ده اتعرض في جلسه الحديث في المكالسه مخصوصه لعرض احدث التوجيهات في العلاج المناعي.